التضامن الرياضي مع القضية الفلسطينية يزداد يوما بعد يوم بأشكال متعددة، بس النجم الجزائري يوسف بلايلي رفع العلم ورقص الرقص الأشهر في الأيام الحالية، رقصة الحرية. يا ترى شو قصة هاي الرقصة ومتى كانت أول مرة؟ في الأيام الماضية انتشرت رقصة الحرية مع الأغنية السويدية ليفي بالاستينا، ومن خلال نشر رقصة شاب فلسطيني خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال. لينتشر هذا الفيديو كالنار في الهشيم برصد هذا الشاب اللي كان يرمي الحجارة بشكل فني، قصد من خلاله رفض الاحتلال. البلايلي وجد في هذه الرقصة طريقة لدعم صمود أهل قطاع غزة وفلسطين، واللي كانت بالأصل عند الهنود الحمر اللي عانوا من إبادة الأوروبيين إلهم في منطقة أمريكا الشمالية، وتحديداً في القرن 16، حيث كانت الرقصة تمثل لدى الهنود الحمر طريقة للتعبير عن حبهم لأرضهم، وهو ما يتشابه مع حقوق الشعب الفلسطيني وتمسكه بالأرض للأبد. سببين وممكن يكونوا ثلاث هم أسباب توهان المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، واللي ببلشوا من اتحاد الكرة اللي غير الجهاز الفني بإقالة العراقي عدنان حمد بأسباب غير مقنعة. السبب الثاني المدرب نفسه لحسين عموتة، اللي أعتقد وصل لمرحلة وفترة لازم يكون له بصمة. مش معقول 5 مباريات لا شكل للمنتخب ولا فوز، وكانوا راح يكونوا 5 خسارات لولا هدف يزن النعمات المتأخر أمام طاجكستان. هل يعقل تبديل واحد أجراء عموتة ومتى في الدقائق الأخيرة من المباراة وكأنه رفع عتب مقابل انهيار الجانب البدني عند اللاعبين؟ ناهيك عن التأليف في مراكز اللاعبين، التأليف في عموتة بكرة قدم من المدربين ما بنفع إلا مع مدرب واحد هو غوارديولا. هذاك المدرب لو يحط لاعب وسط حارس مرمى راح يبدع عنده عادي. أما مدربنا للأسف لاعبين كانوا يفكروا بالاعتزال آخر فترة بيجيبهم وبلعبهم أساسي وبمركز مش مركزهم. وين صار هالحكي بكرة القدم؟ السبب الثالث اللي يمكن مش كثير ناس حكوا فيه اللعيبة. للأسف اللعيبة تحس إنهم كانوا لا مبالين ومش مقدرين المسؤولية. الروح اللي دائما نفتخر فيها كانت غائبة عند النشامة. وبعدين يا عموتة لعيبة زي مهند أبو طه وأمين الشناينة بتأخذهم من الأولمبي وما بتلعبهم معك ليش؟ خليهم مع الأولمبي عندهم مهمة أهم الفترة الجاية بنهايات كأس آسيا وهم ركائز أساسية هناك. الله يرحم أيام الكابتن عدنان حمد كنا نفوز ما كان يعجبنا الأداء، الآن لا أداء ولا نتيجة ولا حتى حضور جماهيري مقنع، الإشي اللي خلى اتحاد الكرة يفتح الأبواب أمام الجماهير بالمجان الدرجة الثانية على أمل يكون الجمهور دافع معنوي للاعبين، خصوصا بعد ما أنه الجمهور السعودي اشترى جميع تذاكره اللي بتزيد عن 4000 تذكرة. شكرا لهذا اللاعب على تسجيل هدف ثمين ومهم في ظل الأوضاع الحالية والحرب على غزة. مين هذا اللاعب وشو قصته؟ اسمه يانيس حجي، لاعب منتخب رومانيا ونادي ديبارتيفو ألافيس الإسباني ومواليد تركيا. طيب شو ماله هاللاعب؟ خليني أحكي لكم. هذا اللاعب سجل هدف الفوز على منتخب اللي ما يتسموا وحرمهم من فرصة التأهل لليورو المقبل في ألمانيا السنة الجاية، وتمكن مع منتخب بلاده رومانيا من التأهل للبطولة القارية. تخيل هذا اللاعب ما سجل هدف الفوز وانقلبت الأحوال في المجموعة وتمكنوا الفئران من التأهل لليورو، قديش كنا راح نشوف دعم إلهم. لكن المصائب لا تأتي فرادى عليهم، واحد من القسام والثاني من حجي، وندعو الله أن تستمر المصائب عليهم حتى الزوال. وقبل الختام اللهم انصر شعب فلسطين وغزة على عدو المحتل الغاشم، وتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب، ودمتم في أمان الله وإلى اللقاء.